فقه أحد إلا هو يضعوها من المرفق. فقال أحد الحكماء الجالسين بجواره: هل تتذكر أنك أخذت شيئا من أحد بدون حق؟ قال: والله ما أدري. طبعا ما يدري، لأنه ما يتألم إلا المجروح، والنار ما تحرق إلا رجل واطيها. أما الذي مرتاح وليس عليه ناقص شيء لا يشعر بألم الآخرين إطلاقا. فقال أحد العسكر والحاشية: نعم، أتذكر ذلك الصياد؟ وربما دعا علينا. قال: ابحثوا عنه. بحثوا عن هذا الصياد. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: فجاءوا به، ولما وقف أمامه قال له: خذ ما تريد من المال، لكن سامحني، جسمي سيتآكل سينتهي وأنا أشاهده أمام عيني. قال له: سامحك الله، خلاص ايش يسوي؟ فتوقف المرض. هذه حقوق مقضية في الدنيا قبل الآخرة. يوم القيامة هناك شيئان يتم الفصل فيهما. أول شيء يتم الفصل في أمرين: أمر الدم وأمر الصلاة. أمر الصلاة كحق بين العبد وربه، وهذه ما لنا علاقة بها، الله عز وجل والذي يفصل فيها. لكن الحق الآدمي يبدأ فيه أمر الدم قبل كل شيء، قبل الزنا، قبل اللواط، قبل الربا، كل شيء ما يتعلق فيما بيننا البين يبدأ بالدم. ولأن هذا الحق الآدمي الله عز وجل ما يتدخل فيه سبحانه، يترك البشر فيما بينهم البين. إن تنازلت وسامحت عفى الله عن خصمك، قلت أنا يا رب أريد حقي، سيعطيك حقك. قد تجد مظلمة في الدنيا لا تستطيع الوصول إليها، لكنك ستصل إليها في يوم مقداره 50,000 سنة. هؤلاء الظلمة والطواغيت سواء كبروا أو صغروا ينسون أن الله عز وجل جعل للناس حدا فاصلا وهو الأجل. وأنا أقول دائما أعلى درجات الحكمة الإلهية الموت. إحنا في الدنيا مختلفين، واحد مسؤول، واحد مواطن، واحد تاجر، واحد فقير، واحد باني في 4 دور، واحد ساكن في عشه، واحد مع سيارة، واحد يمشي على قدميه. نتفاوت في الدنيا في كل شيء، لكن جعل الله عز وجل قمة العدل الإلهي الأجل. ما بيفرق لا بين اللي راكب على حمر ولا اللي راكب على حمارة، ولا بين اللي في برج ولا اللي ساكن في عشه، أبدا. هذا الذي يريح قلبك أن هذا الموت بيجي لنا كلنا، الرئيس والمرؤوس والملك والمملوك، والذي يقول ما في حد زيي في الدنيا، والذي غلبان مسكين. ولو لم يكن هذا الموت على الجميع لحزننا وتألمنا، سنقول كيف يقع ظلم في الدنيا وظلم في الآخرة؟ لا، لكن الله عز وجل هو العدل، ومن كمال هذا الاسم العدل أنه جعلنا متساوين في هذا الجانب. ولهذا كان الله يقول: إذا فاتك شيء من الدنيا اصبر وتحمل، لكن كلكم ما ترجعوا لعندي، كلكم. وتجد اليوم دول وزعماء وامبراطوريات يبذلون المليارات من أجل خراب المسلمين وسفك دمائهم وهتك أعراضهم وتخريب بلدانهم. أغبياء، ألا يعتبروا بغيرهم؟ الرئيس يعتبر بموت الرئيس، والملك يعتبر بموت الملك قرينة، والتاجر يعتبر بموت التاجر، والقاضي يعتبر بموت القاضي، والشيخ يعتبر بموت الشيخ. وهكذا جعلنا الله نظراء وأقران لنعتبر ببعضنا البعض. هذه مسألة لا بد أن تكون ظاهرة وواضحة لدينا جميعا أيها الإخوة، حتى لا نمشي في هذه الدنيا ونحن عميان
لا نرى المصير الأخروي الذي ينتظر الظالم والمظلوم، والذي يجمع الله عز وجل فيه حتى الحيوانات فيقتص للشاة الجلحاء التي بلا ضرور من الشاة القرناء التي نطحتها. وعندما يرى الكافر والظالم هذا المشهد الرهيب يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أسأل الله العلي العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يبعد عنا الظلم وأهله في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. يظلمها بإيقاعها فيما يضرها من المخدرات ومن المعاصي والذنوب كالزنا وغيرها من الفواحش. والظلم الثالث وهو أخطرهم: ظلمك لأخيك. وهذا الظلم له طريقان: ظلم الأوادم كأفراد، وظلم الحق العام عندما يوليك الله على مسؤولية سواء كبرت أو صغرت. يعتقد من يمد يده إلى المال العام أن هذا مال الدولة، وهذا المال يجوز لي أن أتخوض فيه وأفعل فيه ما أريد، ما يدري بأنك لو ظلمت فردا أخف وأهون من ظلم المال العام. ليش؟ لأن المال العام حق 30 مليون، وظلم الفرد واحد فقط. فهل تريد أن تتقاضى مع